أبو الفيزياء، الرجل الذي اخترع القرن العشرين، كلها ألقاب أطلقت على العالم العبقري الذي ظلمه التاريخ. نيكولا تسلا، العالم الذي ظلمه التاريخ رغم عبقريته الفذة نادرة الوجود، عالم أسطوري يحكى عنه الكثير من الحكايات، منها الصحيح ومنها الخاطئ ومنها المبالغ فيه، ونسب إليه الكثير من الأعمال الغريبة والتي نتمنى بالفعل أن تكون موجودة، وهذا ما جعل منه شخصية أسطورية بالفعل. ولد نيكولا تسلا عام 1856 لأب وأم صربيين في قرية سميليغان في الإمبراطورية النمساوية آنذاك، وهي المدينة التي توجد في كرواتيا في الوقت الحاضر. ويوم ولادته حدثت عاصفة رعدية عنيفة، حتى قالت القابلة إنه نذير شؤم وإن الطفل سيكون وبالا على العالم، ولكن الطفل الصغير سرعان ما أثبت جهل مقولتها، وبدأ أول اختراعاته في سن 16 باختراع الملف الكهربائي. درس تسلا في جامعة براغ التشيكية، وكان ينوي في بداية الأمر التخصص في الفيزياء والرياضيات، لكن سرعان ما تغير رأيه وقرر التخصص في الكهرباء، لتبدأ حياته المهنية كمهندس كهرباء في شركة الهاتف في بودابست عام 1881، ثم انضم إلى شركة أديسون في باريس عام 1882، ومنها انطلق ليحقق حلمه بالحياة في أمريكا، حيث قدم للعمل بوظيفة مع توماس أديسون في نيويورك، ومعه رسالة توصية من ريتشارد باشلر إلى توماس أديسون كتب فيها: أعرف اثنين من الرجال العباقرة، أنت واحد منهم والآخر هو هذا الشاب. وبدأ بالفعل صراعه مع أديسون الذي لم يطق نجاحه الباهر وعبقريته الفذة ونجاح فكرته عن التيار المتناوب عن التيار المستمر الذي قدمه أديسون، لتنشب بينهما حرب شرسة. لكن تسلا حسم الموقف لصالحه عندما أضاء المعرض العالمي بشيكاغو باستخدام التيار المتردد، وأثبت نجاح التيار المتناوب عن التيار المستمر. ورغم تفوق تسلا على أديسون في كل معاركهما العلمية معا، إلا أن التاريخ لم ينصفه ولم يلقى نصف التكريم والشهرة التي لقيها أديسون، وربما السبب في ذلك هو عدم اهتمامه بجني أي أرباح من وراء اختراعاته على الإطلاق، حيث أنه كان يعلم بسرقة العديد من اختراعاته ولا يبدي أي اهتمام بالأمر. أما عن حياته الشخصية فقد كان غريب الأطوار كأغلب العباقرة، كان نادرا ما ينام، ينام ساعتين فقط ليلا ويأخذ أكثر من قيلولة على مدار اليوم، كما أنه كان مهتما بالبيئة، وكان دائما يبدي خوفه من استهلاك البشر لموارد الأرض بسرعة وبدون تعقل. أما اختراعاته فقد قاربت أكثر من 300 اختراع، العديد منها سرق، فبعد وفاته استولت حكومة الولايات المتحدة على كل أوراقه وأبحاثه، كما أنه أكثر مخترع في التاريخ تعرض لسرقة اختراعاته ونسبها لغيره. ومن أهم اختراعاته التيار المتردد، الأشعة السينية، الراديو، أجهزة التحكم عن بعد، المحرك الكهربائي، الروبوتات، الليزر، الاتصالات اللاسلكية، والعشرات من الاختراعات الأخرى، بالإضافة لإسهاماته في العديد من المجالات الأخرى كعلوم الكمبيوتر والتمدد الباليستي والفيزياء النووية والفيزياء النظرية. ولا تزال هناك اختراعات ونظريات لتسلا يعمل على تطويرها العلماء حتى يومنا هذا، منها نقل الكهرباء لاسلكيا، وهي التجربة التي نجح فيها تسلا بإضاءة مصباح على بعد 40 كيلومترا. توفي تسلا وعمره 86 عاما، وقد كان فقيرا معدما، وأصبح في آخر أيامه غريبا يتحدث مع الطيور، وأصبح مهووسا بالرقم 3، وكان يعاني من الوسواس القهري، حيث كان يمسح الأواني التي سيأكل بها عدة مرات. كتب على شاهد قبره: هنا يرقد العالم نيكولا تسلا الذي ما زالت تدين له الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ما زالت اختراعاته تدر ملايين الدولارات على أمريكا. قد تتساءل كيف يموت عالم عظيم مثله معدم وفقير،
لأنه لم يكن جمع المال من ضمن طموحاته. حصل تسلا على بعض التكريم وإن كان قليلا جدا بالنسبة لقيمته العلمية. حزن الكثير على موت العالم العظيم لأنه كان عبقريا أفاد البشرية كثيرا، وكان حلمه أن يتوصل إلى مصادر طاقة مجانية يستطيع جميع البشر الوصول إليها دون أن تتحكم الحكومات بها.